عاجل تحركات بين وزارة الدفاع العراقية ومصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وعاجل التحركات لإسقاط أبي أحمد، تحركات بين الأقاليم إثيوبيا للإطاحة بنظام أبي أحمد. وبيان عاجل لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التطورات غير الاعتيادية في الطقس. وعاجل متهمة في جريمة هزت مصر، تكشف تفاصيلها. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لأكتر من 2000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التطورات غير الاعتيادية على الطقس. قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن مصر تخطت ذروة الحالة شديدة الحرارة، وتوقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد. حسب بيان للهيئة، توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة. كما يستمر سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، وتنشط الرياح متقطعة على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى. ويتوقع أن يكون البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون البحر الأحمر معتدلا وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي. ويكون الطقس اليوم رطبا وشديد الحرارة على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، كما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون معتدل الحرارة رطبا على جميع أنحاء مصر. البيان أضاف، تنخفض درجة الحرارة في القاهرة اليوم 4 درجات لتصل ل38 للعظمى بدلا من 42 درجة، وتصل الصغرى ل26 درجة والمحسوس 40 درجة بانخفاض 4 درجات. وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية أيضا ل33 درجة والصغرى 37 درجة والمحسوسة 37، وتنخفض درجة الحرارة العظمى في مصر إلى 44 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلى في مصر 45 درجة في الأقصر وأسوان وإدفو والوادي الجديد. مصدر معانا كامل المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الحمد لله، يعني الموجة اللي كانت يعني شديدة الحرارة انخفضت اليوم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل متهمة في جريمة هزت مصر، تكشف تفاصيلها. قالت المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الفتاة المصرية نجلاء نعمة الله سعيد داخل مول شهير في محافظة البحيرة أثناء عملها في عيادة طبيب، ما قدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي. وكشفت الجهات المختصة أثناء التحقيق في واقعة قتل نجلاء خنقا وطعنا على يد صديقتها المتهمة الأولى وشابين أن المتهمة نفذت الجريمة بغرض السرقة، وحررت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة. النيابة طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للجريمة كشفت أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات عن تفاصيل جديدة في قتل الضحية واللحظات الأخيرة، قائلة: أنا مش عارفة عملت كده إزاي، كنا عايزين نسرقها وخلاص، ما كنتش أعرف إن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، ما قدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي. بعد مرور 48 ساعة كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية لغز جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث هي صديقة للضحية،
وأنها استعانت باثنين من أصدقائها شابان لقتل الضحية وسرقتها. وتمكن المتهمون من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق. المصدر كان معنا من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المؤسف. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تحركات لإسقاط أبي أحمد بين الأقاليم الإثيوبية للإطاحة بهذا النظام. كشف مسؤول بحكومة أمهرة الإثيوبي النقاب عن أن قوات الإقليم مع الجيش الإثيوبي يقاتلون عناصر جبهة تحرير تجري على ثلاث جبهات. قال وزير الاتصالات في إقليم أمهرة جيزا تشاو مولونا إن مسلحي جبهة تحرير تجراي الذين دخلوا بلدة لالابيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يتعرضون حاليا لحرب، ويعتبر هذا أول اعتراف من حكومة إقليم أمهرة بدخول مسلحي تجري بلدة لالابيلا، وتأخذ البلدة أهميتها من وجود الكنائس المحفورة التي تعود للقرن الثالث عشر، وهي من أكبر المعابد المتجانسة في العالم المصنوعة من قطعة واحدة من الصخر ومدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 78. في وقت سابق اتهم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابيا من قبل الحكومة الإثيوبية بلعب دور الضحية المضطهدة باستغلال قيم والمبادئ الدولية. قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في سلسلة تغريدات على تويتر إن جبهة تحرير تجراي ما زالت تظهر نفسها على أنها المدافعة عن شعب تجري من خلال لعب المنتصر الذي لا يقهر بتضليل شعبها، والضحية المضطهدة باستغلال المشاعر وقيم والمبادئ الدولية لكسب التعاطف الدولي. وأضاف إن جبهة تحرير تجراي اختالت واختطفت أعضاء من إدارة تجري المؤقتة التي عينتها الحكومة الفيدرالية ونهبت ممتلكاتهم، وتستمر في ترويع الناس في مناطق بإقليمي أمهرة وعفار المجاورين. في 28 يونيو الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتقل مع بعض الخبر الأخير معنا، وعاجل تحركات بين وزارة الدفاع العراقية ومصر. وأعلنت الرئاسة المصرية أن وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي. متحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أفاد أن السيسي استقبل سعدون بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وقال أن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي حول مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. الرئيس السيسي شدد على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره. سفير بسام راضي كشف أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مصدر معنا كان من RT. يعني حقيقي الشعب العراقي بيحب الشعب المصري جدا، والشعب المصري بيحب الشعب العراقي جدا. ربنا يحفظ العراق ومصر وكل الدول العربية اللي بتتمنى لنا الخير. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من مصر ميديا IEB، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.